أحمد الهواري حارس الكفاح الملقب بالطولدو لطول قامته، الحارس عميد من مواليد عام 85. الكفاح عول كثيرا على الحارس الوصول إلى الدور التمهيدي الخامس لكأس العرش. الهواري بمواصفات خاصة بدأ طريقه هنا في الكفاح حيث يستمر الكفاح. الفريق هذا شو قدم لي الكثير قبل ما نقولش حوايج، الفريق احتضنني ملي كنت صغير وهذا ونشأت فيه. واش نظنش انني كبير، ما حيتش انني من ناحية التعامل ديالي ما نظنش انني كبير، ولكن عندي مؤهلات اللي تخليوني انني نلعب في قسم من اول نخبة. واحد يعني ماشي 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 جات واحد هكاك كنهضروا ولا بنادم، يعني اي واحد تهضر عليها طول الله يقول لك الدري يعني ماشي ديال كيف حسيتي ديال الفريق احسن في النخبة الاولى. وما زال الفريق يحز في قلب الحارس الواعد، هناك مواهب تستحق الكثير بل الأفضل برأي طولدو. شنو اللي كيحز في قلبك يعني وانت لاعب في الفريق وانت حارس في الفريق؟ كيحز في قلبي انا كان على اثر شابو، كاين على اثر عنده مردود، عطاش مردود هذا العام كان مزيان وعنده مؤهلات كبيره، ولكن الفريق تشوفه انت كيعاني في منطقه ديال النزول، وهذا العام نزلوا سبعه فرق وحنا مرتبين المرتبه 11، كتشوف يعني مؤهلات كبيره وفارق في واحد المسار اللي يعني ماشي كتقارن مع المؤهلات ديال اللاعبين والمسار ديال الفريق، راه كاين واحد الاختلاف فيه واحد التناقض. حراسة المرمى مسؤولية كبيرة على عاتق الطولدو، اللاعب يدافع عن مرمى فريقه رغم الأزمات. هو تذكير سيدي حي الغرب 13 مقابلة ما تسجل لا هدف، كان شي باك نظيفة، وحنا ما كانش نعتبرو من أحسن الدفاعات فهاد البطوله هذه ديال القسم هو الثاني، واللي كان عزيز هذا الشيء يعني قله الاهداف. حنا ربما كان في الدفاع كنتقاتلوا وكنديروا اي حاجه كنحميوا المرمى ديالنا من باش ما يدخلوش لنا اهداف، ولكن في المقارنه ما كنلقاوش اللي يماركي لينا ولا شي حاجه، داك الشيء تيبقى بريسيون علينا والضغط ضروري كيتماركا على كبيت. وهاد السنه تمارك علينا مره واحده جوج بيوت، ومره اغلبيه تقريبا شي 14 بيوت تمارك علينا في 28 مباراه. كفاح سيدي يحيى الغرب نافس كثيرا رغم امكانياته القليله جدا، اراده اللاعبين ويقظه الحارس صنعت للفريق طريقا سالكا للكاس. كاس عشانيه بزاف، انا اول حاجه كنمثلو كاس ديال سيدنا، واللي يعني هذا الكاس هذا كيفتح اختلاف على البطوله، فيه واحد الطاقه واحد الطقوس اللي مختلفه على البطوله، ربما تلقى فريق في الهوات كيجاري فريق في بريمير ديفيزيون او دوزيام ديفيزيون، وتتكون قاعه فير شابه كتبغي تبين على المؤهلات ديالها، لان كتلقى مراقبين كيراقبوا الماتشات كيبغوا لعابه، كتلقى لعابه في الهوات ربما كنعتذر للعابه ديال بريمير ديفيزيون، ربما اللعابه في الهوات يكونوا احسن من دوك اللعبة اللي كيلعبوا في بريمير ليج. المباراة تميزت بالندية منذ بدايتها، فريق صاد المغربي ضغط على مساحة الضيوف بمحاولات كثيرة. صاد الحامل خبرة القسم الثاني للنخبة سيطرة على عديد الكرات، فيما وجد الضيوف صعوبة باختراق دفاع صاحب الأرض. التسديدة هنا قوية والقائم ينوب عن الطولدو، وعكة العميد لم تمنعه من مواصلة اللعب. الكرة هنا خطيرة لكن طولدو يتدخل ببراعة. محاولة جاك مالو هنا دون جدوى، وباقي زمن الشوط الأول لم يأتي بجديد، صفر مقابل صفر. دخل.
مع بداية الشوط الثاني سعى صاحب الأرض لإرباك دفاع سيدي يحيى الغرب، الأخير بحث عن الثغرة لكن دون خطورة. الجعواني في المشهد والباد بويز يترقب الركنية، هنا تهدد الحارس أنس سيتو وصاحب الأرض بشق الأنفس تحصل على ضربة جزاء بدع إسقاط عادل المهتدي. بالتنفيذ الماموني ويضيع. لحظات بعد ذلك ركنية الكفاح بالتنفيذ كرة مرفوعة على المقاس والسنغالي مالو يصنع فرحة سيدي يحيى الغرب بهدف مفاجئ. يعني كتستمر يعني في التألق ديالك، كيفاش شتي المواجهة وكيفاش شتي انك تستمر يعني في كأس العرش؟ الحمد لله المواجهة كانت قوية، عاد تلاقينا مع فريق عنده خبرة في هاد المنافسات بحكم انه كان لعب مع المغرب فاتي اللي عام فات في النهاية وخسر بواحد صفر، يعني فريق ماشي سهل، ولكن حنا عندنا فريق كبير وعنده مواهب واللي كتستحق انها الناس ديال فريق اخرى يجي يشوفوهم. الحمد لله ان شاء الله في باقي المباريات ان شاء الله نكونوا في المستوى ونكونوا احسن منهم.